مش كلكم زي بعض بتعملوا مثلا الاكسسوارات بتاعت السيارات او التنجيد بتاعها او الصاج بتاعها، لا حاجات اخرى تخش في صناعه السيارات. الكلام ده بينطبق على حاجات كتير. لو احنا قدرنا النهارده وجينا، ودي دور اتحاد الصناعات وايضا وزاره التجاره والصناعه، ان انا اقول له تعالى انت النهارده بتقول لي انا هعمل 45%، طيب والتاني هيعمل 50% والتالت 50%، بس هي حاجه واحده، الاربعين دول هم الاربعين دول هم الاربعين دول، طب والباقي ده؟ مهم قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا ازاي نعمله. واللي انا قلته في كل الصناعات، ان انا مستعد اخش اعمل المنشات المدنيه مهما كانت تكلفتها، عشان اخلي رجال الصناعه يركزوا في المعدات اللي بيجيبوها، عشان يحصل نقله كبيره في المسار اللي احنا بنتكلم فيه ده.